تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة، وذلك في وفاة سمو الشيخ عائشة بن سلمان بن حمد آل خليفة حرم سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة. وأعرب فخامة الرئيس الشيشاني في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لجلالة الملك المفدى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.